مرحبا بالجميع في هذا اليوم السعيد. كفكرة عن الجمعية، أرادت هذه الجمعية بإذن الله وعونه وقوته أن تتأسس على مبادئ وأسس صدق ومحبة وأخوة وتعاون ما بين مجموعة من النساء وما بين الأخت رشيدة التي يعني رشحوها لرئاسة هذه الجمعية. فلا أزكي ولا أجامل، خير ما اختاروا، ونتمنى أن تكون هذه الجمعية برئيستها وبجميع أعضائها في المستوى المطلوب. كفكرة عن الجمعية، هذه الجمعية دائما نبتدئ من ما قل ودل، وإن شاء الله غادي تكون آفاق وغادي تكبر وغادي يكبر كل شيء فيها، غادي تكبر الخبزة ديال هذه الجمعية إن شاء الله. كاينة تنمية مستدامة اللي كتسعى لهذه الجمعية، مواكبة المحطات الوطنية ولما لا الدولية، انفتاح على يعني الدول، خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، مواكبة الأنشطة الحضارية. كيمكن لهذه الجمعية إن شاء الله في مستقبلا دير تنظم ندوات وأنشطة. صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أيها الحضور الكريم، تتشرف جمعية رشا للتنمية القروية باستدعائكم لحضور الجمع التأسيسي في هذا اليوم المبارك السعيد. رجينا من الله العلي القدير أن تكون هذه الجمعية فاتحة خير على جميع أعضائها وعلى باقي سكان الجماعة المتواجدة بها، ونغتنمها فرصة للتقدم بالشكر للسلطات المحلية بهذه الجماعة والدرك الملكي والمنتخبين على الترخيص والإحاطة بهذا الجمع المبارك، إذ نلتمس منهم رفع آيات الولاء والتقدير والامتنان لعاهل المملكة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده ونصره وأقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وصنوه السعيد مولاي الرشيد وباقي أسرته الشريفة، إنه سميع الدعاء. وخير ما نستهل به هذا الجمع الميمون بإذن الله آيات بينات من الذكر الحكيم لنستمع إليها إن شاء الله.